الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، المشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم في المجلس الرمضاني، مجالس الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للإعلام، إذاعة وتلفزيون الشارقة، هنا في مسرح الجامعة القاسمية بالشارقة. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، وتقبل الله منا ومنكم القيامة والصيام وقراءة القرآن، وأسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على الطاعات فيما بقي من أيام الشهر الكريم. مجالس مشاهدينا، حضورنا الكرام، هو هذا البرنامج الذي سيستضيف ثلة من المتميزين الذين تميزوا في مجالات عدة، كانت لهم بصمات كثيرة، خدموا أوطانهم ودينهم ومجتمعاتهم. تعرفتم عليهم ربما من خلال الإعلانات ومن خلال الشاشة والإذاعة. الآن وفي هذه الجلسة وفي يومنا الأول سنحتفي بأناس خصهم الله بفضل من عنده ووصفهم بأفضل الأوصاف، فهم كالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، وهم من خير الناس، فكما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ضيفينا في هذا اليوم مشاهدينا، حضورنا الكرام، هما من القلة القليلة من القراء الذين تبث تلاواتهم في كل أو جل إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي. لن نطيل في مقدمتنا. ضيفينا الكريمين هما فضيلة الشيخ القارئ المقرأ سعد الغامدي وفضيلة الشيخ المقرأ خليفة الطنيجي. بعد فاصل قصير سنرحب بهما ونبدأ الحوار، فابقوا معنا. نرحب ابتداء بفضيلة الشيخ المقرأ سعد بن سعيد الغامدي، ضيفنا من المملكة العربية السعودية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله، شرفتنا ونورتنا، ونشكر لك الاستجابة لدعوتنا هذه. حياكم الله. حياك الله. أيضا مشاهدينا، حضورنا الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ المقرأ خليفة الطنيجي، وهو من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أبناء الشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله أبو خالد، الله يحفظك ويبارك فيك. حياكم الله. سنتحدث في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك في أحاديث متنوعة، ولعل الغطاء العام لحديثنا سيكون حول القرآن الكريم وحول حفظكم للقرآن الكريم، وكذلك شيء من الفوائد التي ممكن أن نقدمها لمن يتابعنا الآن يستفيد من هذه اللقاء ومن تجربتكما. فضيلة الشيخ سعد، أنا أريد أن أبدأ حديثي معك بشيء من الذكريات. يقولون بأنك تتذكر محطة من محطات الوقود، محطة بنزين، توقفت معها كثيراً ولها في ذاكرتك وفي ذكرياتك الكثير. ما هي هذه المحطة؟ ما قصة هذه المحطة؟ ولما يذكرها دائما فضيلة الشيخ سعد الغامدي؟ جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليه الصلاة والسلام. أشكركم على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين أينما كنا. وفي الحقيقة قبل أن أجيب على السؤال، أنا انبهرت كثيرا بجامعة القاسمية حينما رأيتها من بعيد، كلها ذوق وفن وجمال يدل على ما شاء الله، يعني فكر القائمين على هذه الجامعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الصرح العظيم في ميزان حسناتهم يوم القيامة. آمين يا رب. أما عن محطات الوقود فهذه لها قصة يعني طريفة. هي محطات أم محطة واحدة؟ محطات كثيرة. محطات كثيرة. نعم. أذكر أنني يعني بدأت حفظ القرآن في سن متأخرة وليس في سن مبكرة. كانت في أول سنة في الجامعة، وكان المنهج في الجامعة أن نبدأ الحفظ من سورة البقرة، وأنا كنت أحفظ من قصار السور، فكانت هذه دفعة قوية بالنسبة لي لأن أبدأ حفظ القرآن. في الجامعة الطلاب كثير، والسكن ما شاء الله مليء، مزدحم كسكن الجامعة القاسمية، مليء ما شاء الله، قد يكون. نعم. فما في مكان يعني أعبر عن قدراتي الصوتية، ما
ما شاء الله في الغرفة الواحدة ممكن ينام 5 6، فما كان في مجال الواحد يعني يقرأ بشكل مريح. أنت كنت تريد أن تحفظ أم تستعرض قدراتك الصوتية؟ أحفظ لأن الحفظ القرآن هو عبارة عن حب. يا سلام. وليس تكليف. حينما يتحول حفظ القرآن إلى حب فأنت تريد المكان المناسب والزمان المناسب. صحيح. والنفسية كذلك المناسبة. فطبعا كان بالقرب من الجامعة محطة بنزين، وهذه المحطة فيها مسجد صغير، وأغلب المصاحف فيه قديمة وبعضها عليها الغبار وكذا. فصليت صلاة الظهر فيه أو العصر، استغفر الله، المغرب. فقلت لماذا لا أبدأ في هذا المكان. وفعلا سبحان الله أصبح هذا المكان هو مكاني اليومي بين المغرب والعشاء لحفظ القرآن. طبعا أنا أحب المكان القديم، هذا مكان قديم وجميل ولا يصلي فيه إلا بسطاء الناس، يعني بعض الهنود بعض الكذا، العاملين ربما في محطة. نعم. العاملين وناس تمر وكذا، لكن أصبحت المساجد المحطات بالنسبة لي يعني مثل صار موضة عندي. يعني في مدينة الدمام مثلا تبعد عن الجامعة تقريبا 150 كيلو في مساجد في الحي، لكن ما أذهب إليها. في أحيانا أريد الحفظ أذهب إلى مسجد المحطات بنزين، ليش؟ ما أدري. تعودت ربما؟ ربما تعودت، أو الآن ما في أحد. المساجد الأحياء فيها ناس، وأنا كما قلت لك أريد أن ألعلع بصوتي. يا سلام. فمحطة البنزين فيها صدى خفيف ومكان فاضي ومكان قديم، فكان مناسب بالنسبة لي. طبعا بعد ذلك تطور الأمر وأصبحت الحمد لله تبت إلى الله من محطات البنزين، من محطات البنزين، وذهبت إلى المساجد الحمد لله بعد الظهر بعد المغرب وهكذا يعني. لكنها كانت الفكرة يعني سبحان الله هكذا يعني. محطة أو مرحلة من مراحل الحفظ مهمة جدا بالتأكيد، مرحلة البدايات. نعم، بدايات كانت بهذه الطريقة يعني. أنا أريد كذلك ونحن نتحدث عن شيء من الذكريات أن نستفيد ويعني نطرح بعض النقاط التي ربما تريد أو تفيد من يريد أن يحفظ القرآن الكريم. اختيار المكان أو اختيار البداية والزمان لا أثر نفسي أو الأثر النفسي، هل لا أثر أو لا عائد أو حافز للحفظ؟ لا شك، ممكن بعد الشيخ خليفة يعني برضو يدرك هذا. كل من حفظ القرآن يبحث عن الزمان المناسب وعن المكان المناسب. يقولون حفظ القرآن أو مقومات القارئ القرآن له تقريبا 4 مقومات. في مقومات إيمانية ومقومات نفسية ومقومات علمية ومقومات طبية. المقومات الإيمانية طبعا هذه لها كما يقولون لها باب، لكن حنتكلم عن مقومات النفسية، من الوضوء إلى الارتياح النفسي إلى المكان إلى الزمان المناسب. يعني ما يمكن شخص يحفظ القرآن وهو مضطرب نفسيا أو عنده مشكلة أو حزين أو هكذا يعني، أو عنده ضائقة. يجب أن يكون حفظ القرآن في وقت مناسب جدا. ربما يقول شخص هذه مثالية، لا، هذه ليست مثالية. يعني حتى تطلب الوقت المناسب لحفظ القرآن يجب علي أن يعني يوفر كل الشروط. هذا هو الأصل، كما يقولون إذا أردت أن تقترب من الله عز وجل تقوم الليل في الثلث الأخير من الليل، الكل نائم، الكل هاجد، الكل ما في حركة، في سكون. كذلك حافظ القرآن ينبغي أن يطلب الزمان المناسب والمكان المناسب أيضا حتى يستطيع أن المكان يحفظ. المناسب لا يشترط أن يكون بمواصفات معينة، وقصتك خير دليل. صحيح. قد تحفظ في، أنا ذهبت إلى إندونيسيا قبل سنة تقريبا، وجدت أغرب الناس في حفظ القرآن في إندونيسيا. أنا أعرف واحد إندونيسي يحفظ في السيارة، يحفظ في وهو يمشي في الفندق، يحفظ وهو يمشي في الأسواق، عندما في كل مكان يحفظ. الله عز وجل أعطاه قدرة أن يحفظ في أي مكان. بعض الناس يقول لا، لازم مكان يعني في البيت، لازم في المسجد، لازم. فهي قدرات تختلف من شخص إلى آخر، ولكن وجود بعض المقومات المناسبة لحفظ القرآن تساعد الإنسان على أنه ربما يزيد في كمية حفظ القرآن. قد تحفظ اليوم 5 آيات لكن بعد أسبوع تحفظ 2. كما يقولون الحفظ عبارة عن مكينة في الدماغ،
إذا نشطتها اليوم تحفظ 5 آيات في نصف ساعة، ربما بعد شهر تحفظ وجهين في 10 دقائق. فهي يعني لها. أنا سأعود لك فضيلة الشيخ في بعض النقاط في قصة البداية، إلا أني كذلك أريد البداية مع فضيلة الشيخ خليفة الطنيجي. الشيخ خليفة، أنا أعتقد بأنك لم تبدأ متأخراً أو أنت كبير، بدأت وأنت صغير، صحيح؟ نعم. ولا أعلم إن كانت هناك محطة بنزين أخرى كانت في حياتك أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، كما أشكر لكم حسن ظنكم وما بالغتم فيه من الإطراء، وهو ما ليس فيه ولكنه من حسن ظنكم، بارك الله فيك، فجزاكم الله خير الجزاء. الحقيقة يعني عندي نقطتين قبل أن أشرع في ذكر بدايتي في الموضوع، حتى يعني لا تذهب هذه النقطة عن المخيلة وهي ما زالت حاضرة. الشيخ سعد جزاه الله خير نموذج يعني لمن يقول أني يعني لا أستطيع، أو القرآن لا يحفظ إلا في ظروف مثالية وفي سن مثالي وفي جو مثالي. الآن نحن أمام يعني مثال حي وواقعي، رجل أحب القرآن الكريم، لا أقول يعني بدأ دراسته من الابتدائية أو من الإعدادية، بدأ الدراسة من الجامعة، ومن ثم بدأ يحفظه، يعني يجاهد نفسه ويحفظ ويختار يعني ويبحث عن الأماكن يبتعد التي يرتاح لها ليحفظ فيها القرآن الكريم. فليس عذرا أن نقول والله لا يوجد لدي وقت، لا يوجد مكان مناسب، لا يوجد، وأضع العراقيل والعقبات. نحن أمام أمثلة، والأمثلة كثيرة الحقيقة، يعني الشيخ سعد، الشيخ الله يذكره بالخير، الشيخ صلاح بخاطر. نعم. الشيخ صلاح بخاطر حفظ القرآن يعني بجهود ذاتية عن طريق الأشرطة، حفظه وهو في غربة في وهو يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. يقول حتى كنت في يعني أذهب ف يعني أرى النجوم، يقول بالليل وأستمع للقرآن الكريم فأحفظ. فالقصد أنه ليس العمر بعائق، وليس المكان، وليست الظروف، أهم شيء أن يكون مثل ما تفضل الشيخ سعد، الحب يعني لهذا الكتاب والتعلق به والرغبة في حفظه والشرف والرفعة والمكانة العظيمة التي تحصل من حفظ هذا الكتاب ومن تعلق بهذا الكتاب. هذه النقطة الحقيقة ما حبيت أني أنتقل لها إلا بعد أن وفي حقها. سنعود لها وسنعود لنقاط أخرى إن شاء الله في حوارنا، لأن حديث البدايات حديث مهم. مثال فضيلة الشيخ سعد، وأنت كذلك مثال آخر ربما مختلف يتعرف عليه من أراد أن يحفظ القرآن الكريم. الحقيقة أنا بدأت، الله أعلم أني بدأت في عمر الرابعة، وأنت صغير يعني كنت يدوب أذكر يعني يدوب أتذكر يعني ملامح من بداياتنا، يعني كنت صغير جدا يعني. وكنا في مركز التحفيظ 3 أو 4، ثم توسع هذا المركز. طبعا نترحم على القائمين عليه جزاهم الله خير، الذين بنوا المركز وأسسوه، يعني أحدهم توفي في مكة ودفن، والثاني توفي في المدينة المنورة ودفن فيها. فبدأت من سن الرابعة والله أعلم، ودخلت المدرسة في سن 5 أو أقل من 5 بقليل. ذهبت إلى المدرسة مع إخواني، يعني هم دخلوا في السن النظامي وأنت مرافق، وأنا رايح مرافق نشوف شو هذه المدرسة، يعني تعرف تقرأ؟ نعم أعرف أقرأ. تعرف تكتب؟ نعم أعرف أكتب، بحكم الخلفية القرآنية يعني. جميل. دخلت على طول، يعني اللي معاي في الصف كانوا أكبر مني بسنة أو سنتين، والحقيقة حتى أني ما كنت أخبرهم أني أصغر منهم. تعرف أن تخبرهم أنك أصغر منهم يبدأ الضرب ويبدأ يعني كذا يعني حتى لا يستقل، حتى ما يستصغرونك وكذا يعني. ومن ثم بدأت ولله الحمد، يعني اختصرت سنتين من العمر أو من المراحل الدراسية في هذا في ولله الحمد بفضل كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يعني من الطريف كذلك، كان أحد زملائي أخره والده رحمة الله عليه سنتين، قال له ما أريدك تدخل المدرسة إلا وأنت خاتم القرآن الكريم. فاحتجوا عليه ويعني وزعلوا عليه الناس يعني، لكن كان مصر، كان يرى أن القرآن أهم. أخر ابنه من الدخول المدرسة سنتين لحفظ القرآن. نعم.
وحفظ القرآن في السنتين؟ حفظ القرآن الكريم ودخل في الصف أول ما شاء الله. يمكن دخل عمره كانت تلك الأيام 9 سنوات. أكبر من جيله يعني. أكبر. أنت شافوه في أول أيامه في صف أول ابتدائي، هذا ليس بمستوى أول ابتدائي، فعملوا له امتحان للصف الثاني على طول نجح، أعطوه كتب صف ثاني خلال أسبوع أسبوعين نجح فيها ما شاء الله. في صف ثاني كذلك شافوه هذا ليس بمستوى ثاني ابتدائي، أكبر. عملوا له امتحان وكذا، فالحبيب انخرط مع يعني زملائه في نفس الدفعة وفي نفس السنة ببركة كتاب الله سبحانه وتعالى، وما خسر شيء، الحمد لله. ربح القرآن الكريم وربح كذلك دخوله المدرسة مع أقرانه. فسبحان الله، يعني كان رغبة والده الله سبحانه وتعالى حققها له، وكذلك من دون أن يخسر شيء من مراحل العمرية، إن افترضنا أن هناك خسارة أصلا، ولكن لا خسارة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه كانت البداية. كان ذلك في مدينة الذيد؟ كان نعم في مدينة الذيد نعم. طيب، أنا يعني كذلك كما استوقفنا فضيلة الشيخ سعد حول جزئية من جزئيات البداية وهي اختيار المكان والجو المهيئ، أنا كذلك أريد منك أن يعني تحدثني عن هذه الجزئية. ابن البادية هل ظروفه مهيئة أو وضعه أفضل لأن يحفظ القرآن الكريم من ابن المدينة المنهمك بهذه المدنية والمراكز والازدحام وغيره؟ يقولون نعم، أن كل ما قلت الملهيات أو الملهيات والمغريات والترفيات، كل ما كان أسهل على الطالب أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لعلنا نواجه هذا الشيء حاليا مع الجيل الجديد ومع أبنائنا، كمية الملهيات، الآيباد والآيبود وما أدري إيش والبلاي ستيشن وكل هذه الأشياء تجعل من الصعب أن تغريه بأن يجلس يعني ساعة ساعتين لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بينما تجد على سبيل المثال، يخبرني يعني أحد المشايخ من السنغال، نعم، يقول الأطفال هاي في هذا في أعمار 7 و8 سنوات عندنا مش إلا اجتاز مرحلة كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا دخل في المتون وحفظ المتون ودخل في ما شاء الله في مراحل متقدمة، لأنه متفرغ ولا يوجد لديه ملهيات ومغريات وترفيات يعني مثل ما كتب لغيره. نعم، كلما قلت هذه الأمور الملهية كلما أثرت إيجابا على التفرغ لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في إضافة بس تفضل حتى بس ما يكون فيه، يعني إحنا نتكلم عن حفظ القرآن وللعلم فقط، هو حفظه ليس واجب شرعي، ليس واجبا، وإنما مستحب. حفظ القرآن ليس واجبا، إنما الواجب هو التدبر والفهم. الآن الناس قدموا ما حقه التأخير، يعني أخروا ما حقه التقديم وقدموا ما حقه التأخير، أصبح لأن الحفظ أسهل فصار الإقبال على الحفظ هو الأكثر، بينما الفهم والتدبر هو الواجب الشرعي، ولذلك الناس تأخروا فيه لأنه يحتاج إلى آليات من فهم اللغة، فهم مقاصد القرآن، موضوعات سور القرآن إلى آخره. فلذلك أنا حتى ما يشعر بعض الناس أنه إذا لم يحفظ القرآن أنه يعني أصبح إنسان آثم أو سوى مصيبة، لا. ولذلك يقولون أو أهل السير والتاريخ يقولون عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه كان يقود الجيوش، ولما يئم الناس في الصلاة يخطف الفاتحة، ولكن ما عابه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يؤدي مهمة أعظم بكثير من أنه يعني يخطئ في فاتحة أو كذا. فلذلك أنا أقول حتى بعض الناس كذلك يقيمون الشخص إذا حفظ القرآن بأنه يعني لا أحد بعده، وهذا برضو خطأ. بعض الناس يقول إذا كان حافظ القرآن هذا صح ومقدم ويوقر ويحب، كما كان عبد الله بن عمرو يحب عبد الله بن مسعود لأن النبي أثنى عليه. ولكن مش معناها أن الإنسان إذا لم يحفظ القرآن بأنه خلاص إنسان ضعيف، إنسان بسيط، لا. فلذلك يعني الذين حفظوا القرآن في زمن الصحابة قليل. ولذلك يعني هذه فقط يعني ملاحظة حتى يعني ما يكون فيه إشعار للناس بأن الحفظ واجب، هو مستحب وليس واجبا. معلومة فضيلة الشيخ ربما يجهلها كثير من الناس، يعتقدون بأنه واجب على المسلم. لا، هو فضل، هو لا شك أنه فضل، وأنه أحد شروط طالب العلم أن يحفظ القرآن
حتى يستدل وحتى يفهم الشريعة وحتى، ولكن هل حفظ القرآن واجب شرعي؟ لا، ليس واجبا شرعيا، إنما الواجب الشرعي في القرآن فقط الفهم. ولذلك الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان قال في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال هذه الآية دليل على الوجوب. قالوا: طيب والعامي؟ قال: العامي إذا لم يفهم القرآن يسأل أهل العلم، حتى العوام، لأن أهل القرآن خاطب مشركي مكة بأن يتدبروا القرآن، ومن باب أولى عوام المسلمين. فهذه نقطة يعني ينبغي أن يعني ننتبه لها. يعني إلا أنه كما ذكرت فضيلة الشيخ، يفضل لطالب العلم، يفضل لمن يدرس الشريعة، لمن يدرس في تخصص ديني، أن أن يكون حفظ القرآن مقدم إليه. أنا أريد منك الآن فضيلة الشيخ أن تقدم هذه النصيحة أو تتحدث في هذا الجانب بجل الحضور هنا من طلبة الجامعة القاسمية وهم يدرسون الدراسات الإسلامية. أنت حفظت وأنت في مثل أعمارهم الآن، نصيحة، توجيه مباشر لهؤلاء الطلبة. طبعا كما أخبرت يعني أنا ما أنصح يعني ناس في الجامعة، هم ربما أحرص مني وأخير مني عند الله أكيد يعني، لكن إحنا وضعنا في هذا المكان لنحدثكم، لكن لا يعني أننا خير من يعني من خيركم، ولكن من باب التناصح. يعني حفظ القرآن فعلا كان أيام الجامعة في مثل سن يعني بعض الشباب، ولكن بواكير حفظ القرآن كان في بيتنا الصغير ونحن صغار، الوالد ونحن في سن صغيرة كان يجمعنا تقريبا عمري 10 سنوات 9 سنوات، فكان الوالد له طريقة أنه يجمع الأبناء والبنات ونحن 10 والحمد لله في بين المغرب والعشاء لحفظ القرآن، أينا أحسن صوتا وأحسن ترتيلا، فكنا نتنافس. ليس الهدف الأجر، ما نعرف معنى الأجر، ولا الاحتساب، ما نعرف معنى الاحتساب، ولكن كان في جائزة تقدم جميلة، 10 ريال 5 ريال جميل. كانت مناسبة تقريبا، محفزة. والطفل في هذا السن دائما تعرف تغريه الماديات، لكن هذه البذرة أفادتني في أيام الجامعة. فأنا أقول إذا طالب الجامعي ما استفاد في هذا الوقت بالذات في حفظ القرآن استثمار الوقت، لا أعتقد أنه سوف يستطيع أن يحفظ القرآن في أوقات متقدمة. يعني أنا أعتقد أن السن الجامعي هو أفضل سن وأفضل يعني مرحلة لاستثمار الوقت، حفظ القرآن، حفظ المتون، حفظ يعني الكتب، الشروحات، النقاش، الحوار، هذه أفضل فترة. ولذلك أنا أرى أن تنظيم الوقت للطالب الجامعي هو أفضل، هو أفضل ما يعني ما يمكن أن ينفذه، هو أن ينظم الوقت، يجمع ما بين الحفظ، ما بين الحضور لدروس العلم، ما بين زيارة العلماء، يضع في جدول زيارة العلماء، زيارة المفكرين، لأنه لا يمكن كذلك أن تحفظ القرآن فقط وتنسى أمور أخرى تساعد على حفظ القرآن وعلى فهم القرآن. يعني زيارة العلماء، زيارة مفكرين، زيارة الأدباء، زيارة الرسامين، حتى الرسامين زوروهم، أي واحد عنده فن، عنده أدب، طبعاً فن مباح، عنده أدب، عنده يعني علم معين، لا يعني تحتقر أي أمر، زور الجميع. أذكر أن مالك بن نبي رحمه الله في كتابه الظاهرة القرآنية قال: من وسائل أو شروط المفسر، مفسر القرآن، هو السير في الأرض، أن يكون له سير في الأرض، يرى الشعوب، يرى طبائع الناس، يرى الأشياء، يرى الطبيعة، يرى، لأنه ما يمكن يفسر القرآن مثلا أو يعيش مع القرآن إذا ظل فقط من بيته إلى مسجده إلى وظيفته، ما تكتمل الصورة. لأن من أهم صفات القرآن الطبيعة الحركية، الطبيعة الحركية، وأنتم في سن الجامعة هذه يجب أن يكون لديكم طبيعة حركية. ما المقصود بهذا؟ الطبيعة الحركية أنك تعمل بالقرآن، بمعنى من أكثر الناس يتأثرون بآيات الإنفاق في القرآن؟ المنفقون. صحيح. من أكثر من يتأثر بآيات العلم وكذا؟ هم الدعاة إلى الله. من أكثر من يتأثر بآيات الفلك والنجوم والخلق السماوات؟ هم العلماء، علماء الفلك، علماء الطبيعة. من أكثر من يتأثر بآيات الجهاد؟ هم
المجاهدون في سبيل الله مثلا. فالقرآن من طبيعته الحركة وليس الجمود، ولذلك يقولون القرآن لا يتفتح لإنسان خامل، إنما يتفتح لإنسان عامل. فكلما عملت بالقرآن كلما تفتحت لك فهوم القرآن وكنوز القرآن وأسرار القرآن. فأنا أعتقد أن المرحلة الجامعية التي يعيش فيها هؤلاء الشباب هي أفضل سن على الإطلاق. صحيح. هذا باختصار يعني. باختصار شديد. المرحلة الجامعية عند فضيلة الشيخ خليفة الطنيجي وأثرها في حياتك وأثرها على حفظك فضيلة الشيخ. والله لعل المرحلة الجامعية عندي كانت في نطاق هندسي، لكن الطريف في الأمر أن كنا ناخذ لم تدرس الشريعة بشكل أنا لم أدرس أكاديمي. الشريعة درست القرآن الكريم، حفظت القرآن الكريم في مركز الذيت لحفظ القرآن الكريم، ثم يعني دخلت كلية الهندسة، أحب الهندسة المدنية فدخلت هذا التخصص. البعض يعتقد بأن حافظ القرآن أو الشاب الصغير عندما يحفظ القرآن يجب أن يدرس علم من علوم الشريعة، لا يخرج عن هذا الإطار. والله مثل ما تفضل الشيخ قبل قليل، يعني ليس بشرط أن ينحصر يعني في 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 إطار معين أو في خط معين، هي في النهاية قدرات وطاقات الله سبحانه وتعالى وهبها الأشخاص. فمثل ما قال الشيخ سعد، إن وجد نفسه في فن من الفنون مبدع فلا مانع. القرآن يعني يخطئ أحدهم يظن أن يجب أن تتخصص في القرآن الكريم أو تتخصص أو تكون إمام مسجد. يعني أضرب أمثلة، يعني شيخنا الشيخ إبراهيم الأخضر وهو شيخ قراء المسجد النبوي الشريف، هو مهندس ميكانيكي تخرج من إيطاليا ما شاء الله، كثير كذلك من الأطباء ومن خلفياتهم هندسية طبية علمية هم من أهل القرآن الكريم وقراء. هناك أظن برنامج كامل في قناة من القنوات الدينية اسمه القراء أظن العاملون أو شيء من القبيل أو المهارة أو كذا، نعم صحيح، حاجة من القبيل يعني. فليس بالشرط ما دام أنت تحب صنعة معينة باستطاعتك أن تتقن هذه الصنعة بالإضافة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. وأذكر أننا دخلنا في سمونا المساقات الاختيارية إذا تذكرها، فأخذت مساق التجويد أساسا هذا المساق اختياري، هذا ستأخذ به امتياز دون أدنى شك يعني. المضحك في الأمر أن أغلب الطلبة اللي دخلوا مساق التجويد معي مع أنه يطرح في كلية ثانية كلية دراسات إسلامية أغلبهم من كلية الهندسة سبحان الله، واللي أخذوا الامتيازات هم المهندسون سبحان. فهي يعني ليست بحد ذاتها، هي ما دام الإنسان عنده حب لمهنة معينة سواء كان طب هندسة سواء حتى مثل ما قال الشيخ رسم، أي مهنة من مهن الحياة يبدع فيها مثل ما سيبدع في 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 علوم كذلك الشريعة وعلوم القرآن الكريم. أحببت الهندسة ودرست الهندسة؟ نعم أحببت الهندسة ودرستها وحتى أكملت الدراسات العليا فيها. وأجد كذلك سبحان الله يعني أن الهندسة أو العلوم تفتح الذهن لأنها تحث كثيرا على البحث وعلى الاستفسار وعلى الاستقصاء، يعني أن تستقصي أسباب المشكلة وكيفية حلها، فدائما تفتح الأذهان حتى أثناء قراءتك للقرآن الكريم تجد نفسك أنك تأخذ نفس المنهج، لماذا ورد هنا؟ طيب لماذا ذكرت هذه هنا؟ لماذا جمعت هنا؟ لماذا أفردت هنا؟ يظل سبحان الله عقلية السؤال والبحث والاستفسار تظل في مخيلة المهندس تحديدا يعني. قائمة وبشكل دائم. نعم. طيب الآن أنا كنت أريد أن أؤخر هذا المحور حقيقة إلا أن تحدثنا عن الهندسة فنأتي إلى هذا المحور. تعمل الآن في وظيفة حكومية مهمة فضيلة الشيخ في جانب مبتعد تماما عن جانب حفظ القرآن أو تحفيظ القرآن أو مسابقات القرآن أو غيره، ألم يؤثر هذا وانهماكك في العمل اليومي وربما مجموعة كبيرة من متابعينا يعلم حجم العمل الإداري الملقى على كاهلك، ألم يؤثر هذا على حفظك للقرآن الكريم؟ ممكن تقصد المراجعة أو مراجعة نعم. نعم الحقيقة أنا بجيب لك إياها من أو إجابة من منظور آخر، لعل السؤال كثير أسأله هذا السؤال، يعني كيف العلاقة بين القرآن والهندسة وكيف تؤثر الوظيفة وكيف كذا، وهل أستطيع يعني السؤال لما يجيك شخص مهندس مثلا، هل أستطيع أنا الآن في هذا السن؟ فمسكنا مجموعة من المهندسين في عندنا في الأيام ما كنا في دائرة الأشغال العامة، وكان عندنا حلقة في مؤسسة القرآن الكريم والسنة اسمها حلقة الكبار،
أو حلقة الموظفين، هذه تبدأ بعد العشاء وانخرطوا في هذه الحلقة على أساس أن الآن هم يرون هناك نموذج يعني يشتغل معاهم في الدوام. جميل. يعني قائم بهذا التصور الذي هم يرونه الآن على مشارف، منهم من ختم ومنهم على مشارف الختمة. ولو سألتهم قبل ما كان يتصور، ما كان يتصور أنه سيختم، ما كان يتصور أنه سينخرط في حلقة ويحفظ ويختم. فالقصد أن نعم يعني تجد مثلا على سبيل المثال القارئ الدكتور أحمد نعيم، قارئ مشهور لكن إلى اليوم ما زال يمارس مهنة الطب، طبيب، وغير ذلك الكثير من 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 الوظائف. فالقرآن للمهندس، للموظف، للطبيب، لأي شخص في المجتمع، وليس حكر على فئة متدينة أو غير متدينة، لا يعني ليس لها نصيب من كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن مثل ما قال الشيخ سعد، ليس شرط الحفظ، لو راجعت القرآن الكريم كامل لن تجد أفلا يحفظون، أفلا يتدبرون، أفلا يتفكرون، أفلا يعقلون، كلها تريد يعني منك كإنسان أن تعمل العقل الذي وهبه الله لك سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني أسأل هذا السؤال يعني ولا يسمح للشيخ سعد أني لربما أدخل فيه، يعني مسألة يأتيك شخص يستعجل يقول أنا ما أحفظ بسرعة، أنا شكلي ما يناسبني حفظ القرآن الكريم. فنقول له طيب أنت في مسابقة أصلاً عشان تخلص بسرعة، أنت مش مجبور يعني على إيش متلاحق يعني. صحيح. هي في النهاية قدرات الله سبحانه وتعالى، يقول في القرآن الكريم ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهو يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، ذكرها 4 مرات في هذه الصورة، وقال في موضع آخر ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. إذا هو يسير فلا تصعب على نفسك، لا تصعب ولا تستعجل. يعني حتى يعني الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ظل يفسر القرآن الكريم سنين، وتوفي ولم يختم، يعني توقف عند سورة 7، ما أنجز في لو لاحظت تفسير القرآن كامل، ما أنجز اللي هو التفسير المرئي. فهو ليس العبرة بالعجلة في الأمر، إنما المهم في الأمر أن تبدأ دراسة القرآن الكريم، التفكر في القرآن الكريم. لربما يعني عدد من كتبوا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هم في مهندسون وأطباء، لأنه تدبر القرآن الكريم لكن تدبره من خلفيته العلمية، فاستخرج كذلك الدرر. يقولون القرآن الكريم معجزة في كل عصر، فلما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإعجاز في تلك الفترة إعجاز البلاغة، فأتى بإعجاز بلاغي منقطع النظير. صحيح. ثم أتت عصور القرن الماضي والذي قبله يتكلمون عن الإعجاز العلمي، العلم، نعم. فأتى القرآن الكريم معجز علميا، ثم أتى ما يعني الآن ما يسمى بالإعجاز التقني والرقمي. فبحث الباحثون في مسألة الإعجاز العددي في القرآن الكريم وخرجوا بأعاجيب، والله أعلم ماذا سيأتي في العصور القادمة من معجزات، وسيأتي القرآن الكريم معجز فيها، يكون معجز فيها. جميل جدا. الشيخ سعد ذكر الشيخ خليفة بعض الأسماء في ثنايا حديثة، ذكر العلامة الشيخ إبراهيم الأخضر، ذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله. أنا أريد من كذلك أن تتذكر لي بعض الأسماء التي أثرت في حياتك من القراء، سواء القراء القدامى أو حتى القراء المعاصرين. يعني يمكن من القراء القدامى ممكن الأسماء المعروفة المشهورة، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي. أما المعاصرين فما شاء الله يعني كثر، ولكن أنت سؤالك محدد، من تأثرت؟ من تأثرت به بشكل عام، ليس من القراء، من الشخصيات. لن تفرق بين تأثرت أو أعجبت، لأن أعجبت كثير. لكن تأثرت ممكن القراء المعاصرين، يعني ممكن عندي شيخ ممكن ما تعرف يعني اسمه الشيخ مروان القادري. شيخ من سوريا،
وربما تأثرت كثيرا بقراءته. موجود في الحلقة اللي صورناها. ممكن الشيخ خليفة صور مشاهير القراء. نعم. لكن القدامى يعني يمكن الشيخ المنشاوي ربما أكثر القراء يعني تأثرت به حقيقة، خاصة في المجود. المجود كان له طريقة خاصة يعني. هل قلدت أحدهم في القراءة في التجويد؟ ممكن يعني في البدايات كنت أقلد الشيخ الحصري. الحصري له ترتيل في المرتل، له طريقة خاصة يعني، والمنشاوي هذا ممكن الاثنين. هل تجد ضير في التقليد أن يقلد قارئ أو إمام مسجد أحد مشاهير القراء؟ التقليد في البداية ممكن، يعني إذا بدأت يعني تريد أن تكون قارئ ممكن تقلد في البدايات، لكن يجب أن تضع بصمتك في بعد ذلك يعني يكون لك بصمة خاصة في الترتيل. هذا يأتي هكذا لوحده يعني؟ هو شوف بالنسبة لي أنا كنت قبل أن أصلي بالناس في رمضان اعتمدت طريقة ما أدري يعني، بس هي كنت أرى أنها مناسبة، كنت أسجل كل ما أستطيع من الترتيل. يعني ترتيل رقم واحد أسجل، طبعا أنا قاعد أضغط كذا لأن أتذكر الصورة، كان أول التسجيل الآن ما في طبعا، فكنت ترتيل رقم واحد أسجله، ترتيل رقم اثنين، ترتيل ثلاثة، أربعة، كل ما أستطيع. فأرى أن هذا مثلا ترتيل رقم واحد مناسب في صلاة التراويح، ترتيل رقم أربعة مناسب في صلاة القيام لأنه جميل. وقت السكون والهدوء جميل. هكذا اجتهدت يعني، لكن في البداية ربما كنت أقلد الشيخ مروان القادري في بعض السور يعني. طيب هذا السؤال أنا أريد أن أستمع إلى الإجابة من ضيفي الكريمين. الآن نستمع كثيراً لبعض القراء يتحدثون عن المقامات ويتحدثون عن هذا العلم الكبير، يقرأ في هذه الصلاة بمقام كذا وبمقام كذا، تؤيدون هذا؟ لكم تعليق على هذا شيخ خليفة؟ أنتم برنامج كامل، أنتم قناة الشارجة بيزعل الشيرزاد بعدين. طيب نراضي إن شاء الله. والله مسألة المقامات تحديداً أو الصوتيات، يعني أحب أنك توجه هذا السؤال للشيخ سعد، لأننا نحن تفاجأنا صراحة. كنا نعتقد أن الشيخ سعد ضليع في علم المقامات هذه التنقلات وهذه القراءات، كنا نعتقد هذا الشيء، فصدمنا يعني لاحقا أن قال الشيخ والله ما أعرف هذه المقامات. وإضافة على القراء، كان يقول الشيخ سعد الله يذكره بالخير عن الشيخ المشاوي، يقول لما أقرأ أحس أنه يدخل في العظم من كثر، يعني أتذكر أكثر من مرة أخبرني بهذه الوصف جميل. الوصف هذا يدخل في العظم بقراءة الشيخ المشاوي. فبالنسبة لموضوع المقامات، موضوع القراءات، يعني قد يكون كذلك لها علاقة بسؤال الصوت وكيف تحافظ على الصوت والحنجرة. اقرأ القرآن بسجيتك، بفطرتك، بما ترتاح له نفسك، يعني لا تتكلف أن آتي والله بهذا المقام. اقرأه يعني صادقا كما يخرج في تلك اللحظة، لا تتكلف فيه، لا تصطنع به، ستجده سبحان الله أكثر قبولا وأسرع وصولا لنفسية المستمع. ولعل الشيخ سعد ممكن يجاوبكم في هذا. الشيخ سعد أبدا ما لك علاقة في علم المقامات؟ والله ما أعرف شيء في المقامات ابدا يعني، مع انه قيل لي ان في مصحفي فيه اصول المقامات السبعه. انت درست مقامات؟ قلت والله ما درست مقامات ولا اعرف، ولكن كان عندي يعني احساس سمعي انا انجذب الى الصوت الحسن، وكل انسان ينجذب الى الصوت الحسن صحيح. ولكن المقامات انا يعني الان اصبحنا في توسع كثير، يقولون نقرا بمقام صبا ونقرأ بمقام نهاوند ونقرأ بمقام كذا، صار في تكلف، لذلك يعني المنع أولى. وإن كان في خلاف يعني قديم في كتب أهل العلم ما بين التحريم والجواز والكراهة والترجيح، يعني فابن حجر رحمه الله كان يرجح أنه يجوز، طبعا في ضوابط معينة، أنه يجوز أن الإنسان يقرأ القرآن مع مراعاة قواعد النغم، ولكن بشروط ثلاثة. أولاً ألا يخل بأحكام التجويد، ثانياً ألا يخرجه عن يعني تدبر القرآن،
ثالثا أن يكون صوته حسن بالقرآن وإلا ازداد قبحا. لازم يكون صوته جميل. صحيح. بعض الناس لم يعرف مقامات لكن صوته مو جميل، فأصبح الآن المقامات يعني كما يقال يعني مركوب كل أحد من الناس يعني. فلذلك أنا أقول تركها أولى لما فيها من المبالغات وسدا للذريعة يعني، حتى ما يكون فيه يعني تجاوزات في هذا الموضوع. والإنسان كما تفضل الشيخ يقرأ على سجيته، هذا الأفضل. ورد فيه حديث حسنه الألباني، ورد عند ابن ماجه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصلي الرجل بالناس كأنما يغني لهم، كأنما يغني لهم. طبعا ممكن تجد شخص صوته جدا جميل لكن ما في روح، يعني ما في أي أثر لا على نفسه ولا على الآخرين. وممكن تجد شخص صوته عادي جدا ولكن سبحان الله لا تريد أن يسكت. لماذا؟ لأنها قراءة قلب وليست قراءة لسان. ولذلك أبو هريرة، هل يتعارض هذا مع الحديث أو الأثر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ التغني هنا ورد فيه أكثر من 13 قول معنى التغني. منها يعني من ضمن أن تستغني بالقرآن عن غيره من العلوم. ولكن هو التغني في هذا المعنى هو يعني حسن جمال الصوت، مراعاة الوقوف، معرفة الأحكام التجويدية، أن تحسن صوتك بقدر ما تستطيع. يعني عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: مررت على أبدار أبي موسى صوته حسن يا رسول الله، أو كما قالت. فمر النبي عليه الصلاة والسلام على بيته فسمع القرآن، اليوم الثاني قال: لقد سمعت قراءتك البارحة يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود، داود عليه السلام مثلا من جمال صوته كان إذا جلس بين الجبال والأودية كانت الطيور تقف، الحيوانات تجتمع إليه. يقولون حتى أن الطيور تهلك والحيوانات تهلك لأنها ما تبحث عن الأكل بسبب أنها تسمع لقراءة داود، فالكل يموت من جمال صوته. فجمال الصوت مطلوب لا شك. والقرآن انتشر في المدينة بالصوت، صوت مصعب بن عمير رضي الله عنه. والصوت هذا نعمة، يعني نعمة على الإطلاق. يعني فقط لو عرفنا يعني نعمة الصوت لأدركنا فيه شيء كثير. وأنا لي في بحث يعني مختصر عن الصوت وأثره على النفس البشرية، يعني سبحان الله هذا الموضوع طويل حقيقة يعني. لكن التغني وحسن الأداء جميل، يعني لابد منه حتى يكون القرآن في أحسن صورة. ولذلك يعني ما يمكن أن يقرأ الإنسان القرآن وصوته ما يمكن تؤثر في نفسك ولا في الآخرين إذا كان جمال الصوت يعني متواضع. صحيح. هناك صحابة آخرين كذلك اشتهروا بجمال الصوت فضيلة الشيخ، يعني زيد بن ثابت، أسيد بن حضير. أسيد بن حضير رضي الله عنه تنزلت الملائكة عليه من جمال صوته كما ورد في البخاري. قرأ سورة البقرة وفي رواية أنها سورة الكهف، فتنزلت عليه الملائكة من جمال صوته، من جمال صوته. حتى ذهب إلى رسول الله في الفجر اليوم الثاني قال: يا رسول الله حصل لي كذا وكذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ ابن حضير، تلك السكينة تنزلت عليك بالقرآن. فرجل تتنزل عليه الملائكة من جمال صوته، لكن هذا لم يعطى مثل هذا الأمر لأبي بكر ولا عمر، وهما من خير الصحابة. نعم. لكن هو أرزاق ونعم تتنزل على بعض العباد. نعم. الشيخ الآن كثيراً أو انتشر هذا وأمر ظاهر، وربما أنتم يعني ممن يعني ابتلي بكثرة الاتصالات وطلبات الإمامة في مسجد فلان والإمامة في المكان الفلاني، هل ترى بأن هذا أمر طيب وجميل وأمر رائع ومستحب أم أن فيه شيء من المبالغة؟ والله أخي الكريم، في رمضان يعني ما نشهده اليوم من إقامة الفعاليات القرآنية والبرامج القرآنية ودعوة القراء في محاولة لكذلك لجذب جمهور المصلين، أنا أعتبره شيء محمود. لا تنسى يا أخي شهر رمضان الكريم يستعد له عموم الناس وعموم المجتمع بمشارب شتى، فتجد الجمعيات تتأهب من فترة طويلة، وتجد أصحاب المسلسلات، وتجد الجميع يتأهب ليستغل شهر رمضان في مآرب يعني يراها في هذا الشهر.
فيا أخي لا ضير أن يستعد الناس له بالمساجد، بإعمار المساجد، بإعمارها بقراء كتاب الله سبحانه وتعالى، بدعوتهم، بإكرامهم. فبالعكس هذه عادة طيبة وعادة محمودة. يعني أنت الآن لما تصلي في مسجد، سبحان الله كل كم من يوم يأتيك قارئ، أنت سبحان الله تتنشط، تتجدد وتجد يعني وتتشجع كذلك، وتتحمس للعبادة وتتقوى كذلك من تجدد النشاط الذي يحصل. بعض الناس سبحان الله يتقصد مساجد ختمة، يريد يحضر من أول يوم إلى آخر يوم في ختمة. هناك مساجد بهذه الصيغة. صحيح. في بعض الأشخاص سبحان الله ينتقي يعني المساجد والأصوات مثل ما ينتقي أحدنا الفاكهة، يعني أطايب أو ما يقولون كما يقولون أطايب التمر. فلما يكون في هذا المسجد قارئ وفي ذاك المسجد قارئ وفي ذاك المسجد قارئ، فهذه عادة طيبة وعادة يعني مباركة، ومشكور من يعني من باب إحياء المساجد والعناية بها والعناية بكتاب الله عز وجل. فضيلة الشيخ سعد، أنت يعني من مشاهير القراء في الوطن العربي، ومن الذين يطلبون بشكل كبير، تطلب للإمامة هنا في الإمارات، خارج المملكة العربية السعودية. هذا يؤدي إلى أنك تترك الحي الذي تصلي به بشكل دائم. تعقيبا على كلام الشيخ خليفة، ما رأيك بهذا الأمر؟ كلام الشيخ خليفة صحيح، يعني ما فيه، ولكن أنا يعني مثلا لم أخرج من الدمام يعني يمكن 20 سنة، ما خرجت ولم أشارك ولم أصلي في أي مكان. لما ذهبت كنت ترفض ولا ما كان؟ كنت أرفض، كنت أرى أن أهل المكان اللي أنا فيه هم أولى بي، هذا اعتقدت هكذا يعني. لكن بعد ما طلت مثلا الحرم النبوي واعتذرت بعد ذلك ورجعت إلى السعودية مثلا، وكذلك اعتذرت من مسجدي، أصبح عندي فرصة الآن أشارك خارج. ما عندي مسجد الآن تقريبا من 4 سنوات، فطبعا أي مشاركة وأرى أن المدينة الفلانية أو البلد الفلاني مناسب، وخاصة أهل الإمارات بدون يعني مجاملة، أهل الناس طيبين وأهل كرم موجود، وما شاء الله نفوسكم طيبة ما شاء الله، وأنا ما أمدحكم لأني بينكم، لكن أنتم معروفون بهذه الصفة يعني. أنت بين أهلك فضيلة الشيخ. نعم، فأنا أقصد يعني أصبح عندي فرصة لما ما عندي مسجد الآن أن أشارك في الكويت، في قطر، في الإمارات، حتى في موسكو، في إندونيسيا، في كذا مكان، يعني الحمد لله في مشاركة، في فرصة. قبل لما كنت ملتزم بمسجد ما أستطيع السفر بسبب أنه يعني ممنوع تسافر، عندك مسجد، عندك كذا، أنت ملتزم بمكان. صحيح. فالحركة كانت صعبة بالنسبة لي كثير. الآن طبعاً أشارك في 20 الأول في أغلبها، أما 10 الأواخر فأنا أصلي في مدينتي. نعم. في الخبر أشارك في 10 في القيام فقط، صلاة التهجد، حتى يكون القسمة متعادلة يعني. جميل جداً. لكن مشاركة في كل الأحوال طيبة. الشيخ يعني خليفة يرفض، قليل ما يقبل أن يعني يستجيب لمثل هذه الدعوات، هذا الكلام صحيح؟ والله أنا أحاول قدر الإمكان يعني أن أستجيب للدعوات، كذلك من باب العمل، لدي عمل حكومي رسمي، فأحاول أن أوازن بين هذا وذاك، وأحاول أن أجيب الدعوات قدر الإمكان. أتذكر سابقا لما يطلبوني مثلا في خارج الإمارات للإمام، مثلا وزارة الأوقاف الكويت قبل 3-4 سنوات قالوا وجهوا لي دعوة رسمية للإمامة، فقلت لهم شوفوا أجيكم بعد الدوام يوم الخميس، أدوروا لي طيارة بعد الدوام وأصلي ليلة الجمعة ليلة الجمعة وليلة السبت وأعود لعملي، أيوة ليلتين أو 3، وأطلع أتذكر على طيارة الساعة 4 الفجر يوم السبت، وأكون على مكتبي الساعة 9 صباحا يوم الأحد. يعني فيقول لي طيب ليش بنعطيك ورقة، بنعطيك رسالة لجهة عملك؟ أقول لكم أنا ما لا أريد إجازة، أريد أن أكون في عملي، لأن عملي يحتاجني بصفة يومية. لكن أوازن ما بين إجابة الدعوة وما بين كذلك الإمامة. لكن لو كنت في فسحة من الأمر، طبعا القارئ أو الإمام لما سبحان الله يتنوع عليه المكان هو يتنشط، هو سبحان الله يتجدد عند النشاط، غير لما يكون في محراب 30 يوم. وتوافقني الشيخ سعد ولا يعني ممكن من خلال تجربة، يعني يتجدد عليك نشاطك، يتجدد سبحان الله، تجد سبحان الله كذلك يعني حتى صوتك يتغير،
تسمع صوتك في محراب آخر، في سماعة أخرى، في مسجد آخر. فبالعكس أنا أشوفه يعني إذا الواحد أتته يعني دعوة من هذا القبيل يجيبها يعني. جميل. فضيلة الشيخ، أنا أريد أن أطرح سؤال أو أتوقف عند محطة مهمة من محطاتي. بنزين ولا؟ ليست محطة بنزين هذه المرة، وإنما محطة أخرى. كلفت بإمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف في عام 1430 أعتقد للهجرة، في شهر رمضان المبارك. أنا أعتقد هذه كانت مرحلة مهمة في حياة الشيخ سعد الغامدي، حدثني عنها. نعم، أنا كلفت عام 1430 للصلاة في المسجد النبوي، وقبل ذلك كلفت يعني أن أكون إماما دائما في المسجد النبوي. وطبعا أنا في كل أموري أرجع إلى الوالدين، في كل الأمور أستشيرهم حتى على كبر سنهم وكبر سني أيضا، استشيرهم كذلك في مثل هذه الموضوعات، وإن كانت هذه الموضوعات مهمة جدا يعني. فكان الوالد والوالدة لهم موقف أن ما تترك مدينة الدمام إلى المدينة أو حتى إلى مكة، وقد رشحت إلى مكة برضو في 25 ورفضت كذلك. نعم نعم، بسبب يعني رغبة الوالدين أن أكون موجود بينهم في نفس المدينة يعني، فأنا رفضت هذا السبب. أما مشاركة مدينة، أنا كلفت حقيقة من يعني الملك عبد الله رحمه الله تلك السنة ورفضت. الصوت كان متعب حقيقة، يعني متعب جدا تلك السنة، وما كنت أستطيع القراءة يعني، ومع ذلك يعني قالوا لابد أن تحضر الصلاة والإمامة، فقد جاءك التكليف يعني. أمر ملكي يعني. فذهبت إلى الصلاة وكنت أتمنى أن أكون في أحسن حالاتي، ولكن سبحان الله يعني حاولت أن أقدم ما أستطيع مع تعبي الشديد حتى شهر يعني شهر كامل. وبعد ذلك اعتذرت وعدت يعني، لأن قالوا إذا ناسبك الوضع ممكن تستمر معنا، وإذا لم يناسبك فلك حق الاعتذار. فأنا اعتذرت ورجعت في آخر الشهر. ولما عدت كذلك يعني تركت برضو مسجدي في مدينة الدمام يعني حتى يرتاح الصوت، وفعلا بحمد الله يعني ربما ترك المساجد أحيانا يريح الصوت قليلا يعني. طيب فضيلة الشيخ، هذه المرحلة اشتهرت. نعم. واشتهر كذلك موضوع صوتك المتعب. نعم. حتى قيل بأنها عين أو حسد أو سحر. نعم. هل هذا الكلام صحيح؟ والله يعني قيل مثل هذا، لكن أنا ما أهتم يعني حتى لو سحر ولا عين. جاءني كلام كثير يعني مستغرب يعني، ولا أود أن أذكره، لكن يعني ما أهتميت له كثير يعني، سحر، عين، مس، ما أدري إيش. لكن اكتشفت بعد ذلك يعني أن الأمر ليس متعلق بالصوت، إنما متعلق بالمعدة. سبحان الله. إيه نعم. فتعب الصوت كان من معدتي وليس من حنجرتي. إذا كان مرض عضوي يعني. يعني مرض عضوي. نعم يعني. أنا كنت أريد يعني إن أردت راقيا فممكن خلي الشيخ خليفة يرقيك الآن. بإذن الله تبارك إن شاء الله. بارك الله. لا، هذا كان يعني قبل كذا سنة. الآن الحمد لله الأمور يعني في تحسن. نعم. كبير الحمد. نعم. لله. أتذكر كنا نسجل برنامج مشاهير القراء حلقة الشيخ سعد. نعم. وكان أحد برنامج تلفزيوني طبعا. إيه نعم، اللي بث. نعم. على قناة تلفزيون الشارقة. طبعا تعبت ورا الشيخ سعد سنة ونص. وما كان يرد علي بالهاتف بالمسجات يعني، بالبرسالة النصية القصيرة يعني، لحد ما الله كرمنا يعني ورضى يسجل يعني. الحمد لله. فيعني في من ضمن أسئلة الحلقة عن إمامتي، هل تم دعوتك للإمامة يعني في الحرمين؟ فذكر أننا كذا واعتذرت وكذا. المهم قبل بث الحلقة بيومين في رمضان لا أعلم، أرسل لي رسالة نصية قصيرة قال لي يا ليت تشيل هذه الجزئية. إن شاء الله شيخ، ولا ما كنا أعرف ليش، ما سبب الطلب. في أول أو ثاني أو أول يوم أو أول ليلة من ليالي رمضان أرسل لي الشيخ شيرزاد قال لي صاحبك يأم في المسجد النبوي. فاتصلت بالشيخ سعد يومها قلت الشيخ كيف كذا تقولنا وشو اللي صار؟ قال في كل مرة كانوا يشاورون، هذه المرة قالوا انتهى هذا تكليف، احنا ما بنشاورك المرة، احنا انت مكلف خلاص انتهى. فأتذكر هذا
عن الحادثة تماما. طيب الشيخ سعد كلف يعني من خلال أمر ملكي رحمه الله الملك عبد الله هو من كلف الشيخ سعد بهذا. أنت كذلك كلفت ولم تخير برئاسة دائرة الإسكان في حكومة الشارقة، وحسب ما سمعت كذلك بأن الأمر جاءك بهذه الطريقة، أنت مكلف بهذا الموضوع ونقلت من دائرة لأخرى دون موافقتك، استجبت لهذا الأمر. ولا تستطيع القول دون موافقة، يعني لأن نحن في النهاية الموظف الحكومة أينما يكون يخدم يعني. لكن سبحان الله، يعني يقولون من طلب شيئا وكل إليه، ومن طلب إلى شيء أعين عليه. فأنت تعان ما دام أنك في هذا الخدمة وفي هذا المكان. وطبعا يعني موضوع الإسكان والأشغال وما زال متقارب، الجو هندسي وفي نفس القارب يعني. كنت في حلقة تلفزيونية إذاعية مستضاف في تلفزيون الشارقة وإذاعة الشارقة، ورد لهذه الحلقة اتصال من صاحب السمو حاكم الشارقة، رحب من خلالها بالأخ خليفة الطنيجي وذكر أمام الملأ أمام المشاهدين والمتابعين، وقال الأخ خليفة إني أحبك في الله. كيف كان شعورك في هذه اللحظة؟ طبعا هو هذا الشعور لو تسألني إلى اليوم لا أستطيع أن أصفه لك، يعني رغم يعني مرور عدة سنوات، لأنه كان يعني موقف يعني صادم جدا بالنسبة لي. لكن تلك الكلمة وذلك الوسام الذي شرفني به صاحب السمو إلى اليوم هو ما يجعلني أحتمل كل يعني التعب في أي مجال من مجالات العمل، بل أني لا أستطيع أن حتى يعني أقول أنا متعب، لأني أنا ما زلت يعني متبوئ هذا الشرف، وهذه الكلمة تجعلني يعني أعمل وتزودني بكثير من الثقة، تزودني بكثير من المحبة حتى في الحمد لله. أنا كنت أتصور بأنه سيكون لدي الوقت ومتسع من الوقت أن أتطرق لكل ما كتب في هذه الأوراق، إلا أني لم أتجاوز الصفحة الأولى والثانية، وعلى ما يبدو بأن الوقت أزف فعلا. أنا أريد أن أشكركما في النهاية وأن أطلب منكما أن أستمع إلى كلمة أخيرة. فضيلة الشيخ تفضل. يعني أنا أشكركم بالحقيقة على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مباركين وإياكم أينما كنا، وأوصي نفسي والإخوة باستغلال هذا الشهر الكريم أن يتفرغ فقط للقرآن وما وكل إليه من عمل، ونجعل ديدنه في الليل والنهار مع كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لنا ولهم القبول والإخلاص. اللهم آمين. شكرا فضيلة الشيخ. الشيخ خليفة الطنيجي تعليقك الأخير. والله هي كلمة شكر على هذه الاستضافة، وكذلك دعاء لباني هذه الجامعة جزاه الله خير الجزاء على ما قدم، وكذلك يعني وصية في هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن يعني ينصرف الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى العبادة والتخلي، يعني شهر رمضان المفروض أن نتخلى فيه عن مشغلاتنا في بقية شهور السنة، لا أن يعني نكثف منها في خلال هذا الشهر الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال. اللهم آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ. وعدناكم بأن نترك الفرصة لطرح الأسئلة. تفضل الميكروفون عند الأخ عامر هناك. كنت دائما أتمنى أن يلتقي بالشيخ سعد الغامدي. نعم. ففي حديث البدايات هل كانت في الإنشاد هل ترانا نلتقي وغرباء، ولا كانت في القرآن؟ الشيخ موضوع الإنشاد. يقول كانت البداية الأناشيد أو القرآن؟ هل كانت الإنشاد قبل القرآن؟ طبعا هو القراءة منذ الصغر، لكن يعني يمكن كان النشيد في المرحلة الثانوية ربما شاركت بقوة فيه في المراكز الصيفية وبعض المناشط، وأصدرنا أناشيد الدمام الأول وأناشيد الدمام الثاني التي فيها غرباء وهل ترانا نلتقي، ولم أندم على شيء من هذه الأناشيد لأنها كانت في مرحلة من مراحل العمر، مرحلة الثانوية كانت مرحلة جميلة يعني، فكنت فعلا في البدايات في النشيد، ولما عرفت بالنشيد قالوا ممكن تشارك في القرآن في رمضان، فشاركت في عام 1411 اللي هو عام 1990 تقريباً
كانت أول صلاة بعد الإنشاد، لكن ما زلت أطرب للنشيد الإسلامي الأصيل غير المبالغ فيه. ما زال هذا شيء جميل، لكن المبالغ فيه هذا يعني. طيب سؤال آخر هناك، تفضل. سؤالي للشيخين الفاضلين الشيخ سعد والشيخ خليفة، هل أخذا القراءات السبع أو العشر الصغرى والكبرى؟ ونتمنى أن يسمعانا ولو بآية واحدة، جزاكم الله خيرا. شكرا لك. حقيقة كان أمامي سؤال حول الإجازات التي حصلتما عليهما وموضوع القراءات. الآن الأخ الكريم يسأل في هذا، أبدأ مع فضيلة الشيخ. يعني هذا السؤال أحيانا سبحان الله أحب أن يكون القارئ يأخذ القراءات بخفية، يعني ما يعلم أحد أنه يقرأ أو قرأ إجازات أو على كذا. وأحيانا سألنا بعض المشايخ قال لا مانع أن تقول أنك تقرأ بكذا وقرأت بكذا. بالنسبة لي أنا أخذت مثلا إجازتين في رواية حفص، وإجازة في شعبة، والآن أقرأ في القراءات السبع بحمد الله، ولعلنا ننتهي قريبا إن شاء الله من هذه القراءة. وطبعا التي القراءات السبع هذه الصورة أضافت لي معنى جديد ما كنت يعني أحلم في يوم من الأيام أنني يعني أستوعبه. كنت أظن أن من قرأ حفص وشعبة يعني نال المجد من أطرافه، وهو نال المجد لا شك، ولكن سبحان الله وجدت أن في قراءات القراء الآخرين يضيف معنى جديد في فهم القرآن. فمثل قوله في آيات كثيرة الشاهد يعني فأزلهم الشيطان فأزالهم الشيطان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني كلما أخذت قراءة أضاف لك معنى جديد ما كنت تستطيع أن تفهم القرآن لو عندك قراءة واحدة، ولكن كلما أضفت قراءة ورواية أضاف لك معنى جديد. فأنا أقول الحرص على برضه أخذ القراءات لأجل هذا الغرض يعني شرف عظيم. نعم شيخ خليفة. والله يعني ما أزيد على كلام الشيخ سعد، يعني إن كان من ذكر فأكرم من الله سبحانه وتعالى بالدراسة في أو القراءة على يد الشيخ إبراهيم الأخضر في المسجد النبوي الشريف، أو شيخ قراء المسجد النبوي الشريف. أخذت عليه إجازة في حفص، ثم قرأت على الشيخ الدكتور محمد عصام القضاء، كان هنا في جامعة الشارقة، أخذت منه عدة روايات إفراد، في الإفراد الدوري والسوسي واللي هو أبي عمرو البصري براويه، وكذلك نافع براويه ورش وقالون. وثم تفرغت لتسجيل ختمة قرآنية، وما زال الأمل يراودني يعني في إكمال المسير في القراءات السبع والقراءات العشر. مثل ما تفضل الشيخ سعد، بالفعل تضيف لك معاني عديدة لما ذكرت في هذه القراءة. يعني أبسط مثال أو المثال الشهير ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، لما هنا ملك وهناك مالك؟ قالوا الملك يحكم ولا يملك، والمالك يملك ولا يحكم، فالله ملك ومالك يحكم ويملك. يعني من هذه التعابير الجميلة التي تضيف للإنسان في قراءته أو في دراسته للقراءات. طيب طلب الأخ الآخر، سأؤخره قليلا إذا كان هناك أسئلة، أتمنى تكون بشكل سريع هنا. تفضل أخي الكريم. في البداية نشكركم على هذا المحفل الطيب. أنا سؤالي موجه للشيخ سعد. أنا تحديدا حفظت سورة الفرقان والشعراء من صوت الشيخ سعد سنة 1413. ما شاء الله. وما شاء الله إلى اليوم يعني نفس الصوت ند غضا طريا. يعني في شيء معين بيعمله الشيخ سعد علشان يحافظ على الصوت بنفس النبرة ونفس الطريقة؟ ما شاء الله. والله أنا أنت يعني عام 1413 يعني فعلا أنا كبير بالسن. الشيخ أنت من البداية تريد إخفاء موضوع السن والعمر. إيه السن مشكلة هذا. أنا أذكر مرة جاني شخص يعني كبير فعلا قال من يوم أنا صغير عمري ما أدري قال 10 سنوات وأنا أستمع لك، فما صدقت يعني أنت كبير في السن كيف. بس أنا فعلا بدأت وأنا صغير في القراءة، يعني تخرجت من الجامعة ثم أميت المصلين.
الصوت أولاً وأخيراً من الله، ليس لنا فيه أي فضل، فقط من الله عز وجل، نحن فقط أدوات ولا ما نملك شيء في هذا الصوت، فهو عطية من الله سبحانه وتعالى. لكن كما يقولون هي نعمة يجب أن نحافظ عليها، يعني بالتقليد من يعني كما يقول بالدعاء، بالحرص على زيادة الإيمان، لأن القارئ بدون إيمان ما له أي تأثير، بتنظيم الأكل، تنظيم النوم، يعني عدم السهر الطويل، لأن كلها مؤذيات للقارئ، وهكذا يعني. لكن نسأل الله القبول يا رب، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. آمين يا رب. طيب، طلب الأخ الذي أخرته قبل قليل، هل من الممكن أن نقرأ ولو آية واحدة فضيلة الشيخ خليفة وفضيلة الشيخ سعد، وبها نختم حلقتنا إن شاء الله تعالى؟ تفضل فضيلة الشيخ، أنا أفضل أن أبدأ معك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، وطيب الله هذه الأنفاس. الشيخ خليفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب،
وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ختامه مسك، وبهذه الآيات الكريمة نختم مجلسنا لهذا اليوم. شكرا لكم حضورنا الكريم، شكرا لكم مشاهدينا الأفاضل، نلتقي بكم بإذنه تعالى في المجلس القادم. إلى ذلك الحين لكم أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.